بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده ولقاء جديد من زمن الرياضه. هذه الحلقه اليوم تحتوي على عدد كبير جدا من الاحداث والموضوعات المحليه والعالميه بكل تاكيد مشاهدينا الاعزاء. لعل ابرز هذه المحطات التي سنتوقف عندها وما يكون في المرتبة الأولى بعد رباعية جميلة لمنتخبنا الوطني أمام ساوتوبي، هذه المباراة وهذه الرباعية وهذه المواجهة التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا وتفاعل معها كل السودان بالجوهرة الزرقاء بلعب الأزرق. وبكل تأكيد أيضا سنتجه بنظرة مستقبلية لبعد غد الأحد جوهانسبيرغ ومواجهة المنتخب أيضا المنتظرة والمرتقبة أمام المنتخب الجنوب إفريقي، واحد من المنتخبات الكبيرة في القارة الإفريقية السمراء. كذلك مشاهدينا الأعزاء، من خلال هذه الحلقة سنتطرق إلى موضوع مهم جدا وهو تكريم رئيس نادي الهلال الكاردينال وما صحبه من تداعيات وأحداث من خلال حفل التكريم اللي تابعه معظم المهتمين بالأحداث الرياضية. الفقرة الثانية كما تعودنا دائما من خلال زمن الرياضة مشاهدينا الأعزاء تطرق لأبرز الأحداث والموضوعات العالمية والتي نلتقي فيها ومن خلالها مع الزميل سالم سعيد. يسعدنا بداية أن نرحب بالمدرب والمحلل الشاب محمد الفاتح طبيز، أهلا بك وأسعد الله كل أوقاتك. الله يكرمك كثير يا حسام، التحية لك والتحية لكل السادة المشاهدين عبر قناة الشروق. أهلا بك. ومشاهدين الأعزاء دعونا نستهل هذه الحلقة ونبدأ زمن الرياضة بصافرة نوعا ما حزينة، ترحم أسرة البرنامج زمن الرياضة وشاشة الشروق أيضا على واحد من أعلام الإعلام الرياضي الراحل الصحفي والإعلامي الفز والرقم والكبير أيضا أحمد محمد الحسن، واحد من أعلام بلادنا رحل عن دنيانا ليترك فراغ كبير جدا في الساحة الرياضية، واحد من الأهرام الإعلامية الرياضية كما ذكرت. هذا الصحفي المدرسة خرج وتخرج من هذه المدرسة على مدى نصف قرن أو يمكن أن تزيد قليلا الكثير جدا من الصحفيين مشاهدينا الأعزاء، خاصة الرياضيين منهم والكثير أيضا من الإعلاميين. الراحل بالرغم من مريخيته المعلومة إلى أنه كان قلما متزنا ومحترما لا يسيء ولا يهاتر. إننا نعزي قبيلة الرياضيين عموما والإعلام الرياضي خاصة وأسرة المريخ وأسرة الراحل وكل معارفه وكل من في الوسط الرياضي، إنا لله وإنا إليه راجعون. أهلا بك من جديد طبيز، ورحل واحد من الأعلام في دنيا الرياضة في السودان رقم لا يمكن تجاوزه بسهولة. الرجل خرجوا من خلال ما قدم، خرجوا منه الكثير جدا وتعلموا ونهلوا من معينه الكثير جدا من الصحفيين ومن الإعلاميين أيضا. كان صديق للكل، كان دائما ما يقدم الكلمة الرصينة، رجل لا يسيء لا يهاتر أيضا. وطبعا خلينا نقول يا حسام إن الله ما أعطى ولله ما أخذ، نزل الله يعني سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقة. هذا الرجل الذي كان نبراسا للإعلام بشكل كبير، هذا الرجل اللي كنا نتمنى أنه باقي الإعلاميين عموما على عموم السودان أن يستفيدوا وينعلوا من علومه الكبيرة والكثيرة من أدبه الجم وهو يتناول في القضايا الرياضية بشكل مختلف يعني. لكن كما يقول أسلافنا وكما قال يعني الناس القدام عندنا قدمان الكبار، دائما الموت يختار الطيبين ويختار السمحين، وبالتالي هو ما كثير على ربنا سبحانه وتعالى، ولكن نتمنى ان تكون سيرته الذاتيه نموذج بالنسبه للاعلاميين في السودان عشان ما يستفيدوا منا ويمضوا قدما نحو الافضل ونحو الاحسن ان شاء الله. نعم، انا لله وانا اليه راجعون. اذا مشاهدينا الاعزاء، محورنا الاول من خلال زمن الرياضه المنتخب الوطني منتخب السودان صقور الجديان والتحدي. محمد، منتخبنا حقق فوز مستحق واداء جميل ايضا ارض المتابعين، هذا على مستوى المتابعين. انتم بكل تاكيد لديكم نظره اخرى وراي اخر. هذه الرباعيه رايناها نحن رباعيه مع الرأفه على ساوتومي امس الاول، كيف نظرت انت ورايت هذه المباراه؟
وطبعا يا حسام بطبيعه الحال هي المباراه يعني انتصار للسودان، من حق كل السودانيين ان يفرحوا بذلك الانتصار، على اعتبار انه هذا الانتصار ياتي في بند للاوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. نعم. اي فوز لمنتخب السودان يسلج قلوب كل السودانيين بالتاكيد يعني. وبالتالي هو بيكون كريدت مهم جدا بالنسبه لمنتخبنا السوداني، عطفا على انه المنتخب السوداني في خلال يمكن 3 شهور سابقه لم يستطيع ان يفوز داخل ارضه تحديدا في كل المنافسات اللي لعب فيها. ايضا واحده من المعطيات المهمه جدا اللي الناس بتستفيدها من هذا الانتصار، انه الانتصار وضع السودان الان في المجموعه الحديديه زي ما بيقولوا في المركز الاول، حتى ولو كانت مؤقتا هي برضه بالنسبه لنا تعتبر الصدارة في الجولة الأولى، دافع معنوي كبير جدا وكريدت نفسي مهم جدا بالنسبة للاعبنا. نعم. السوداني مجموعة من الإيجابيات حسام ممكن احنا نستفيدها من هذه المباراة، أن أتحدث الكثيرون عن أنه فريق أو منتخب ساو تومي من المنتخبات الضعيفة، لكن أنا بقول لك بالفم المليان فريق منتخب ساو تومي ليس بالمنتخب الضعيف، وإنما ممكن نذكر بأنه هناك متغير في المباراة ساعدة منتخبنا انه يكون متوهج واضعف منتخب ساو تومي، اللي هو اخصاء حارس المرمى الاساسي بالنسبه للمنتخب ساو تومي في الدقيقه 20 او 21 من زمن الشوط الاول. هذا هو المتغير اللي ممكن يكون حول المباراه لتصبح سهله في نظر الكثيرين، وبعد ذاك خلى كثير من الناس المتابعين انه يفترضوا انه هذا المنتخب هو منتخب ضعيف ومنتخب يعني الانتصار عليه لا يمثل شيء ايجابي. لا بالعكس، دي نقطه مهمه جدا. الإيجابية الثانية اللي موجودة في انتصار هذا المنتخب يا حسام، إنه المنتخب استفاد كثيرا من خدمات شرف الدين شيبوب بعد فترة طويلة من الغياب من كلية المنتخب. يمكن تحدثنا في كثير من المرابر أن الاستفادة من خدمات شرف الدين شيبوب ممكن تعمل كريدت كبير للمنتخب، وكان رد شيبوب في الملعب كان واضح تماما، على اعتبار إنه شيبوب كان بيمثل الحل وبيمثل العمل الفني الخطط التكتيكي في الحركه والاستلام والانتقال والتمرير وحتى الارتداد في وسط الملعب، كان بيمثل مجموعه بتاعت حلول كبيره جدا فنيه بالنسبه لابو عقله وبالنسبه لاحمد الرشيد وبالنسبه لاطراف اللعب الظهيرين اللي هم اطار وسموه من اليمين والشمال. وبالتالي واحده من الاسباب اللي خلت منتخبنا يكون متوهج تمام في هذه المباراه الاستفاده من خدمات شرف الدين شيبوب في هذه المباراه بشكل كبير. ايضا برضه واحده من الاسباب المهمه حسام واللي يجب انه احنا ما نتجاهلها في 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 تحليلنا لهذه المباراه، انه لاعبي المنتخب كانوا يعني في يومه، وطبعا دي بالمناسبه في الثقافه السودانيه يا حسام من خلال عملنا كمدربين ومحللين في كثير من المواقع والانديه، مرات اللاعب السوداني ده انت ممكن تكون متوقع منه الكثير وياتي الى ارض الملعب ولا يعطيك حتى ولو 10%، يكون ما في يومه. طبعا ديبندنج على شنو؟ بناء على شنو؟ بناء على ثقافتنا بتاعت اللاعب السوداني، بيئه اللاعب السوداني، التناول بتاعه وتعامله مع كيفيه تجهيزه للمباراه والى اخره. بالامس او في المباراه تحديدا كان اللاعبين كلهم في يومهم بشكل كبير جدا جدا، كانوا بيلعبوا بتركيز عالي جدا، لياقه ذهنيه كانت متوفره موجوده، الحركه الاستلام التمرير كانت برشاقه بشكل كبير جدا جدا. حجر الزاويه او الحاجه اللي غيرت او اللي كانت برضه مساعده كثيرا للمنتخب في هذه المباراه، انه المنتخب استطاع انه في اول 6 دقائق انه هو يحرز هدف شنو؟ هدف السبق. وايضا من الامتيازات في هذه المباراه ان يستمر رمضان عجب هدافا لمنتخب السودان، لانه في فترات كثيره جدا الناس كانت بتتكلم او بتنتقد في وجود رمضان عجب في تشكيله المنتخب الوطني في وظيفه المهاجم يعني الصريح. نعم. وبالتالي انا افتكر انه انت لما تدخل المباراه وتحرز هدف في الربع ساعة الأول أو في أول 10 دقائق ده بيديك كثير من الثبات الانفعالي في داخل أرضية الملعب، بيزيد التركيز بالنسبة للاعبين، بيشيل كثير من الضغوط اللي ممكن يكونوا شايلين اللاعبين قبل المباراة، وبالتالي وجدنا بعد ذاك القدرات والإمكانيات الفردية الخاصة بتاعت التش من ناحية وبتاعت شيبوب من ناحية ثانية، القدرات الكبيرة اللي بتاعت التوازن اللي عملها أحمد الرشيد وعقله في وسط الملعب كلها كانت حاضرة بشكل كبير. النقص العددي زي ما قبل انا ذكرت لك في بدايه التحليل اثر تماما على اسلوب وتنظيم الفريق منتخب ساو تومي، وبالتالي ما كان عنده ما كان يعني ما ظهر هو بالتنظيم المثالي بالنسبه له، وما ظهر بالاسلوب اللي ممكن يكون
برضه مثالي بالنسبه له وحسب معطياته للمباراه وحسب احتمالاته اللي دخل بها المباراه، وبالتالي ما كان عنده القدره لانه هو يجاري لاعبين منتخبنا الوطني في ظل التركيز اللي هم فيه، في ظل القوه واللعب والدوافع الكبيره اللي هم لعبوها، في ظل الاريحيه اللي وجدوها بعد احراز الهدف الاول وبعد نقصان العددي اللي تسبب في انه فريق منتخب ساو توم يفقد كثير من الثقل بتاعه داخل ارضيه الملعب. نعم، ما نتابعه الان عبر الشاشه اعلام كبيره جدا من خلال التدافع الجماهيري والمؤازره الكبيره للجمهور السوداني للمنتخب، يعني هذه الاعلام بهذا الكم ما تعودنا انه نشاهدها في تدعم المنتخب بهذا المستوى، ربما هي ثقافه ايضا جديده وكانت تشكل دعم كبير جدا لصغر الجديان. هو دعنا نرفع القبعات للجماهير السودانيه حقيقه. يعني مش من هذه المباراه فقط، لا بالعكس، حتى هو في المباراه الاخيره لمنتخبنا الوطني اللي كانت في استاد المريخ اللي خرج فيها معظم المناصرين من داخل الاستاد وهم حزنانين جدا بخساره منتخبنا لتلك المباراه، ولكن بالرغم من كده انا افتكر انه الحملات التعبويه الكبيره اللي اتعملت لمناصره صقور الجديان في هذه المباراه كان لها اثر كبير جدا في انه الناس تتدافع بكثره وبقوه وب زي ما يقولوا بحماس كبير جدا في على مدرجات هذا الملعب، على راسه يمكن السيده الوزيره موجوده ولا وروح الثوره يعني ايضا اضافت كده، ممكن دي كلها بفتكر انا كان برضو عندها اثر كبير جدا على في نفوس اللاعبين وفي ان هم اللاعبين ذاتهم وضعوا نفسهم في محك مهم جدا ان هم يجب عليهم ان يرضوا هذا الكم الكبير من الجمهور بعد ان خذلوه في مباراه تنزانيا الشهيره. انا بفتكر انه يعني النتيجه ذاتها اللي حرز المنتخب في هذه المباراه حتضع على عاتق اللاعبين الكثير، على عاتق الجماهير الكثير، وتاكد تماما يا اخ حسام انه في المباراه القادمه لمنتخبنا في السودان حتكون الجماهير اكثر من هذه الاعداد اضعاف مضاعفه ان شاء الله. نعم، باعتبار وزن الفريقين القادمين غانا والجنوب افريقيا، توظيف سمول على الظهير الايسر قبل بدايه المباراه باعتبار انه اصلا المدير الفني يعني عليه هجوم كبير جدا لهذه المباراه، اداؤه في هذه المباراه ونقطه توظيف سمول بيرقاني على الطرف الايسر او توليف هو ان صحت او جازت العباره. انا دار اقول لك هو اصله الحمله الانتقاد الكبيره اللي واجهها زيدراف كولوغارزيتش هي كانت في محلها، يعني حقيقه ما كانت حمله مفتعله او كانت حمله ناتجه من انه، لا هو كانت حمله نتيجه لتقييم عمله ونتيجه للصوره والاستراتيجيه اللي هو كان بيعمل بها في المنتخب بشكل كبير. ويمكن في اخر لقاء كان تشاوري او تفاكري كان مع رئيس الاتحاد دكتور كمال شداد، يمكن لجنه المدربين الجديده اللي تم تعيين فيها نفرين او ثلاثه حتى الان مع قبيله المدربين، احنا ذكرنا يعني فصلنا هذه الانتقادات بشكل واضح يعني على الهواء مباشره. يمكن الان في بعد المحطه الاخيره لتنزانيا المدرب بدا يتفاعل مع الافكار الثانيه الجديده، بدا يكون فلكسبل اكثر مما كان في السابق بشكل كبير. يعني على الاقل بقى في دور موجود للكادر الوطني التدريبي بعد ما كان مغيب تماما الاخ كابتن خالد بخيت وغيره وزملانه الثانيين الموجودين في طاقم التدريب المنتخب. وعمليه التوليف من صحتها من عدمها او ايجابياتها من سلبياتها هي موجوده بشكل كبير، ممكن نشوفها في انديه وممكن نشوفها في منتخبات، لكن اذا اقتضت الضروره، اذا اقتضت الضروره بمعنى انه اذا انت ما في لاعب ممكن يقوم لك في الكليه بتاعتك بالمهام والادوار والواجبات بتاعت الظهير الايسر في المنتخب، ما في زول اساسا حيلومك اذا انت عملت شنو ولفت او استوظفت لاعب شنو في هذه الخانه. لكن الناس كلها تتحدث عن انه والله دوري السودان الممتاز يسخر باللاعبين المواهب الجيده اللي ممكن تكون بتنشط في هذه الوظيفه تحديدا. نعم، كانت علامه استفهام بوجود الظهير الايسر تحديدا. نعم، حتى توظيف بوي في قلب الدفاع كانت علامه استفهام كبيره، برضه الناس تحدث عنه بكثير من الهلال يعاني من مشاكل هنا، هذا معلوم، لكن لماذا بالضبط كده؟ وده كلام انا قلت لك ان الهلال الهلال هنا ما عنده مشكله في كليه لاعبينه، ما عنده قلب دفاع. انت في المنتخب انت من مباشر عمار الدمازين في حاله تاهيل، حسين الجريف تم شطبه، وبالتالي الهلال الجهاز الفني الهلال وجد نفسه مضطرا لانه هو يعمل عمليات التوظيف دي ويعمل عمليات شنو التوليف وقت وهي ماشيه لحد الان مع الهلال. نعم، لكن انت في المنتخب ما عندك يعني مبرر على اساس انه انت تولف او تستوظف لاعب
في غانا انت من خلال المنافسه بتاعتك اللي ممكن تختار منها اللاعبين، ممكن تكون عندك اللاعبين اللي ممكن يحلوا بديل او يكونوا موجودين. الظهير الايسر تحديدا سموه انت بعد ما ذكرته، قد يكون التبرير بتاع المدرب المنتخب انه احمد ادم يجيد الادوار الهجوميه ولا يجيد الادوار الدفاعيه. وسموه ايضا فارس عبد الله ومحمود مبده، هم ديل الثلاثه الموجودين في كليه المنتخب بالمناسبه. نعم. قد يكون تبريره او لو دار يعمل سجست او دار اتوقع هو ليه ولف سموه حتى في وجود الثلاثه ديل، قد يكون هو بفكر في انه الثلاثه ديل هم ادوارهم الهجوميه افضل من ادوارهم شنو؟ الدفاعيه. الدفاعيه. وسموه اللي هو دفاعيا افضل من شنو؟ من الادوار الهجوميه. لكن اذا كان حتى هذا التوقع سليم او اذا كان هذا هو فعلا فكره المدير الفني للمنتخب، المباراه هي في الخرطوم او المباراه هي على ارضك. انت على ارضك بتحتاج انك انت الكل في الكل زي ما بيقولوا الهجوم، او يكون في مسانده من الاصيله بتاعت الجنب بتاعتك بنسبه 60 الى 40 فيما يتعلق بالجانب الدفاعي والجانب شنو؟ الهجوم. انا بفتكر انه هذا التوليف او هذا التوظيف اذا كان شاهدناه في مباراه جوهانسبرج القادمه يوم الاحد كان ممكن الناس التبرير بتاعه كان ممكن يكون افضل. نعم. من ذلك التبرير اللي حصل الان. طبعا احمد ادم بيبو كان اصيب يمكن قبل يوم او اثنين بحمى او بملاريا، فكان هذا السبب الاساسي او الرئيسي اللي ادى لتوليف سماوه المرغني في المباراه. وعدم وجود خلاص قد ما يكون فارس جاهز او قد ما يكون محمود مبده برضه محمود مبده جاهز الى اخره. طيب وين المشكله لو كان عبد اللطيف بوي فارس ومحمود يعني برا الكليه لهذه المباراه؟ اوكي ما خلاص هو برا الكليه، لكن هل هم ما عندهم القدرات ان يلعبوا في المنتخب؟ ما احنا بنتكلم قبيلك لما تكلمنا في اللقاء التشاوري حتى تكلمنا عن كيفيه الاختيار. انت هل يعقل انك انت يكون عندك منتخب وتختار له لاعبين ويكون عندك في بوزيشن محدد عندك سوء في اختيار اللاعبين، او انت يفترض يكون عندك على الاقل ثلاثه اسره شمال موجودين في كليه المنتخب؟ يبقى لا يعقل يعني اذا احمد ادم مصيب بالملاريا صدر او فجاه انت ما يكون عندك حل غير انك توظف لاعب في المنطقه. نعم. تحط طرف الشمال هنا ده القصور اللي من البديل المتاح والموجود يعني. كان يمكن ان يتحول عبد اللطيف فوي ليشارك في وظيفته الاساسيه اللي هي الظهير الايسر ويستعيد عن بوي في قلب الدفاع بلاعب متخصص في منطقه قلب الدفاع. فور اكزامبل وضاح مدافع هلال الابيض وهو موجود في كليه المنطقه. نعم. أربع أهداف استطاع المنتخب إنه يحققها من خلال هذه المباراة، دائما بنقول الأهداف ملعوبة ولا لا؟ الأهداف بتجي دائما من أخطاء المدافعين، فكيف أنت شفت الأهداف الأربعة؟ شوف الأهداف كان فيها عمل فني مهم، يعني لو تكلمنا عن الهدف الأول اللي أحرزه رمضان عجب، طوالي يفترض يتبادر إلى ذهنك الأسيست الخيالي والجيد جدا اللي أو المساندة الهجومية اللي عملها أطهر الطاهر في الهدف ده بشكل كبير. أطهر الطاهر هو ظهير أيمن موجود في منطقة الثلث الأخير للفريق الخصم، الدعم والمساندة والكوميونيكيشن والعلاقة الوظيفية المهمة جدا اللي كانت اللي اتخلقت في هذا الهدف ما بين التش وأطهر، مرورا بالعرضية المهمة جدا اللي اختتم بها أهو، هذه العرضية اللي اختتم بها رمضان الهدف بتاع المنتخب الاول بشكل كبير. يبقى معناها في هذا الهدف يعني بتشوف عمل فني محترم جدا في هذا الهدف. الهدف الثاني الاسيست المهم اللي عمله وليد الشعله اضافه للزياده العدديه من وسط الملعب لاحمد التش وهو موجود في داخل الستة ياردات، برضه اطهر الطاهر موجود، شيبوب موجود في داخل خط ال 18. يبقى برضه الاهداف كانت الهدفين دول هم فيهم عمل فني مهم جدا. الهدف الثالث من ضربه راسيه والضربات الثابته او من ضربه ثابته والضربات الثابته واحده من الاساليب اللي تعودت معظم المنتخبات ان هي تعرز منها الاهداف واحده من الحلول. الهدف الرابع فيه حل مهم جدا بالنسبه للكره العالميه وهو التسديد من خارج منطقه الجزاء. ملخص تعليقنا على اهداف مباراه السودان يا حسام انه كان فيها تنوع، كان فيها استخدام لمهارات وظيفيه ومهارات فرديه مهمه جدا، كان فيها عمل وكان فيها كوميونيكيشن واضح في العمل يعني ما بين اللاعبين والاسيست بتاعنا. نعم والاسيست، ويبدو انه كان في عمل فني واضح ورسم تكتيكي. طيب اول ظهور للمحترف السوداني برومانيا ياسين حامد،
هذا اللاعب الشاب اللي وجد استقبال كبير جدا من الجماهير ودفع معنوية أيضا كانت كبيرة له، كيف رأيت ظهوره بعد الاستقبال الحافل؟ والشغل كان كبير جدا مع موضوع المحترفين أساسا، يعني من أساس أنه منتخب السودان يضم عدد من المحترفين السودانيين في الدوريات الأوروبية والدوريات المختلفة. وطبعا يا حسام خلينا نتكلم بصراحة شديدة، نعم، الفكرة في حد ذاتها هي فكرة إيجابية، كونه في هذه المرحلة تحديدا أنه يتم استخدام عدد من اللاعبين اللي بينشطوا أوروبيا ويحملون الجنسية السودانية، على اعتبار انه الفكره ذاتها ممكن يعني تدعم الحته بتاعت انه الفهم الاحترافي عند اللاعب السوداني، تدعم المنافسه في كليه المنتخب بعد فترات طويله من الزمن في عدد من اللاعبين السودانيين ضمن او حفظوا اماكنهم في كليه المنتخب او تشكيله المنتخب بشكل او باخر يعني. وبالتالي التعامل مع الفكره هو اللي بيحتاج مننا احنا لشنو؟ لفتره زمنيه نحدد من خلالها اهداف الفكره وكيفية التعاون مع الفكرة وكيف نحن نخلي هؤلاء اللاعبين ينسجموا ويتأقلموا مع اللاعب السوداني ومع كلية المنتخب ومع طبيعة اللاعب السوداني، على اعتبار انه هم اللاعبين ديل ايا كان الحتات اللي هم جايين منها، اوروبا الشرقية او اوروبا الوسطى هنا الموجودة، ايا كان الاكاديميات اللي هم بينشطوا فيها، في النهاية هم بيكونوا جايين مؤسسين بافكار احترافية. ولو حس انا بديت افصل لك في عمل ياسين اللي اشتغل فيه في ربع ساعه، بظهر لك الفرق الكبير جدا بين اللاعب ده وهو جاي من اوروبا ولاعبنا السوداني. ابسطها يا حسام انه ياسين بيستلم بيلعب وبيجري، بيستلم بيلعب وبيجري، ودي ما موجوده عندنا في الكره السودانيه. نحن يعني في اغلب المهارات الاساسيه عندنا في السودان ان انت بتلعب وتتفرج في زميلك ده بيعمل شنو، لكن حكايه انك تمسك وتلعب وتجري حركه من غير كوره بالضبط اهم حاجه في الكوره ببساطتها. الكوره العالميه هي امسك العب اجري استلم مرر وتحرك، دي بالمناسبه موجوده في كل العالم ودي هي المدية لكره القدم ببساطتها وروعتها واشتياقها اللي بتشاهد بها الناس بتدخل لها بالملايين في داخل ارضيه الملعب. زي ما قلت لك الفكره هي فكره جيده، اللاعب هو مهاراته وامكانياته في الزمن البسيط اللي دخل فيه كانت حاضره وكانت واضحه، كان محتاج انه ياخذ زمن اطول من كده خاصه من المبارزات. بالنسبه لك انت كجهاز فني يعني يمكن من بدايه الشوط الثاني بعد ما حرز الهدف الثالث هي كانت اصبحت شنو؟ مضمونه بالنسبه لك سهله يعني خلاص. نعم يمكن لحد ما السودان احرز الهدف الثالث ابو 20 كان ضيف شرف المباراه حتى نهايتها يعني. وبالتالي كان ممكن الجهاز الفني يعطي فرصة أكبر لياسين حامد عشان ما هو يثبت أقدامه، عشان ما يتأقلم، عشان ما يتجانس أكثر مع اللاعبين الموجودين زملانه وهكذا، عشان أنت في قادم المواعيد لو احتجت لخدماته يكون نسبة الانسجام بتاعته معاه أكبر. عموما هو من خلال إمكانياته ومن خلال قدراته واضح طبعا أنه عنده لاعب عنده قدرات ومهارات فنية جيدة، لكن هذه المهارات الفنية الجيدة والقدرات الكبيرة إذا ما قابل من هناك مع الجهاز الفني انسجام وهضم لطريقة اللعب وأسلوب اللعب والكوميونيكيشن بينه وبين اللاعبين ما بقى عالي، لا نستطيع أن نستفيد من قدراته. في المقابل واحدة من الأشياء الإيجابية واللي دعمت هذا الفوز الكبير زي ما ذكرت لك قبل استخدام شرف الدين شيبوب، وهو أيضا يعتبر الآن في هذه المرحلة محترف سيمبا التنزاني لأنه بيلعب في سيمبا التنزاني، لكن الفريق ما بين شيبوب وتجربة شيبوب وتجربة ياسين حامد او من سياتي لاحقا ليلعب مع المنتخب كمحترف انه شيبوب ظل عبر سنوات طويله هو موجود في بيئتنا في ثقافتنا مع لعيبتنا، الاتصال بينه وبين اللاعبين موجود، التاقلم موجود، ما عنده مشكله في انه هو يعني يتاقلم مع اللاعبين في اي وقت وفي اي وظيفه هو بيأديها في داخل ارضيه الملعب، اضافه الى انه يعني زي ما يقولوا هو ابن جلدته لسه. ذهب واتى بافكار احترافيه قدمت لنا الدعم الكبير داخل ارضيه الملعب وشاهدناه هو يتوج نجما لمنتخبنا حتى قبل اخراجه او استبداله بنزار حامد في هذه المباراه. نعم وهناك عدد من اللاعبين يمكن سياتوا ان شاء الله في المستقبل القريب، اضافه للموجودين اصلا المضافين موفق عادل واحمد يونس، نتمنى انه نشاهدهم وهذه التجربه ايضا تخضع للتقييم.
أكيد. نعم بحق يعني تقيم حتى نستطيع أن نستفيد من خلال مثل هذه الفكرة اللي ذكرتها أنها جيدة تماما. مباراة صعبة جدا تنتظر المنتخب يوم الأحد بعد غدا في عند الساعة 3 عصرا أمام جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا المنتخب الكبير في القارة، المنتخب الخاسر أمس بهدفين من غانا. كيف نلعب أمام منتخب كبير، منتخب له اسم وهو جريح وفي ملعبه؟ طيب انت، انا هبدا كلامي عن هذه المباراه بجمله ذكرتها الان في تعقيبك، انه لابد ان تخضع العمليه للتقييم. انت كنت بتتكلم عن تجربه المحترفين، لكن واحده من اهم المعطيات التي يجب ان يتمسك بها الجهاز الفني في المباراه القادمه ان يقيم التجربه السابقه اللي هي مباراه منتخب ساو تومي. ويجب ان يعلم تماما في عمليه التقييم الجهاز الفني بان كل المفاهيم وكل الإيجابيات اللي ظهرت في مباراة ساوتومي يجب أن تدعم، ثم يجب علينا أن نتلافى السلبيات اللي كانت موجودة بالرغم من سهولة تلك المباراة، لأن المباراة القادمة بشكل كبير هي تختلف تماما في أهدافها، في ترتيباتها، وفي مضامينها، وفي حتى خطة اللعب وطريقة اللعب والتنظيم، وحتى في اختيار العناصر التي ستؤدي تلك المباراة. أبسط شيء ممكن تكون متوقع أنك تكون تحت ضغط كبير جدا. أكيد طبعا، ديبيندينج أو بناء على ما ذكرته الآن، المنتخب الجنوب أفريقي يعني يمكن حيعود لجوهانسبرج وهو مهزوم 2-0 من المنتخب الغاني. جنوب أفريقيا، كل الناس اللي بتتابع جنوب أفريقيا في الكان الأخيرة في مصر، أو حتى الناس اللي تابعها الآن في من خلال البطولة المجمعة في مصر قبل أيام من بداية التصفيات دي، المنتخب الجنوب أفريقي بيتميز باللعب السريع، بالانتقال السريع، الارتداد السريع، المهارة الفنية العالية، القدرات الكبيرة جدا على الحل الفردي في المنطقة بتاعت التلت الهجومي، التسديد من خارج منطقة الجزاء، الرشاقة في اللعب والمرونة، درجة الاتصال الكبيرة جدا اللي ممكن تكون متوفرة مع بين لاعبي المنتخب. المنتخب الجنوب أفريقي تعرض لمشكلة كبيرة جدا قبل سفر او قبل التحضير للمباراه الاولى مع غانا، اللي هي انه اللاعبين المحليين اللي بينشطوا في جنوب افريقيا في الدوري في جنوب افريقيا، الانديه بتاعتهم رفضت التحاقهم بكليه المنتخب. نعم. قبل فتره كافيه قبل مباراتهم الاولى مع غانا. نتوقف قليلا عن هذه النقطه ونعود لنستكمل الحديث، فاصل ومن بعده نضرب موعد جديد معكم في زمن الرياضه مشاهدينا الاعزاء. اهلا من جديد مشاهدينا الاعزاء، نمضي ونتواصل معكم عبر زمن الرياضه عبر شاشه الشروق، ونرحب بك من جديد الكابتن مدرب المحلل الشاب محمد الفاتح طبيز. توقفنا عند مباراه مع جنوب افريقيا بجوهانسبرغ، المباراه القادمه يوم الاحد، وكنت تتحدث عن الاشكاليه اللي حلت يمكن بمنتخب جنوب افريقيا قبل مباراته بقانا، وهو اشكال التحاق اللاعبين المحليين هناك بجنوب افريقيا به. نستكمل. وبالضبط يعني دي كانت يمكن هي واحدة من المسببات الأساسية اللي جعلت منتخب جنوب أفريقيا يعني يرجع من المباراة الأولى بتاعته بالهزيمة الكبيرة بالأمس ضد المنتخب الغاني. يمكن كل المحللين المتابعين كانوا بيتوقعوا أن جنوب أفريقيا ممكن تمثل حجر عثرة من أمام المنتخب الغاني، عثر على أنه حتى غانا في هذه ناوديز يعني في هذه الأيام تحديدا أو في هذه الفترة تحديدا هي شغاله في الحته بتاعت تغيير الاجيال والحته بتاعت البناء المرحل من جيل الى جيل مع كواسي ابيا اللي كان موجود عندنا في السودان. وبالتالي يمكن جنوب افريقيا ما قدرت تحقق المعمول من في المباراه الاولى نتيجه للكلام اللي انا ذكرته لك، انه ادارات الانديه المحترفه اللي موجوده في، طبعا الانديه محترفه وفي جنوب افريقيا عندها مجموعه من اللاعبين المحليين افترض يلتحقوا بكليه المنتخب استعدادا للمباراه الاولى والسفر الى غانا، وبالتالي وجدت هذه الفكره معارضه كبيره جدا من اصحاب الانديه بشكل كبير بشكل واضح، يعني على اعتبار انهم عندهم استحقاقات مهمه جدا في الدوري بتاع المحترفين الجنوب افريقي،
الاتحاد العام او الاتحاد المؤسس الموجود في جنوب افريقيا عشان يعالج هذه المشكله اخذ له ايام وايام، وبالتالي عانت جنوب افريقيا في تحضيرها لمباراه غانا، وهذا الامر قد ما يكون موجود في تحضيرها لمباراه شنو السودان اللي هي يوم شنو يوم الاحد. دي نقطه من النقاط التي يجب ان يستصحبها معه الجهاز الفني بالنسبه لمنتخبنا في هذه المباراه، اضافه لانه انت يعني حتواجه منه حتواجه منتخب فيه كل الامتيازات اللي ذكرتها لك قبل الفاصل، سرعات انتقال ارتداد مهاره فرديه تهديف من التمرير تهديف بعد المراوغه تهديف من العرضيات من العكسيات لعب على الاطراف لعب من العمق تمرير ممرحل انتقال متدرج للهجمات. فريق منتخب بيستخدم كل انواع الهجوم، الهجوم السريع الهجوم المرتد الهجوم المنظم الهجمة الواحدة كلها موجودة في هذا المنتخب. المنتخب القائمة بتاعت المنتخب بتاع جنوب افريقيا من اصغر متوسط الاعمار الموجودة كقائمة منتخب، يمكن 21 عام هو المتوسط بتاع اعمار لاعبي منتخب جنوب افريقيا، وبالتالي هذه المباراة هي مباراة قوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. نعم، الدوافع مختلفة للجانبين، منتخبنا الوطني يزعى لتقديم ذات الصورة اللي ظهر بها، لتقديم المردود القوي، آخر مبارتين للمنتخب خارج الديار استطاع المنتخب أن ينتصر، يعني خارج أراضي وخارج السودان، سيحاول أن يواصل في هذه المسيرة الانتصار خارج الديار، هذه المرة أمام منتخب كبير، منتخب جنوب أفريقيا يعني لا خيار أمامه إلا الانتصار حتى لا يصعب عليه من المهمة في مشوار هذه البطولة. هو النقطة المهمة في الكلام اللي أنت ذكرته الآن إنه لا سبيل ولا مجال لمنتخب جنوب أفريقيا إلا أن ينتصر حتى يعود في هذه المجموعة إلى المنافسة بشكل واضح. نعم. وبالتالي يعني أولادنا لو مشوا جنوب أفريقيا عشان ياتوا بالانتصار عطفا على النتيجتين الايجابيات اللي حققوها في اخر مباراتين خارج الارض، هنا بتكون المخاطره الغير مامونه العواقب بشكل كبير، اضافه للخصائص والامتيازات والايجابيات الكبيره اللي انا ذكرتها لك على المنتخب. الفرق بين تشاد تنزانيا وجنوب افريقيا اكيد ما في اثنين ثلاثه. انت محتاج للاعبين عندهم سرعات عشان تستفيد من المساحه اللي ممكن تكون موجوده في الكونتر اتاك، محتاج انك انت تدرب اللاعبين على اسلوب هجمات الهجمة السريعة والكونتر اتاك بشكل متخصص في اليومين ديل، محتاج انك انت تدافع بشكل كبير جدا جدا. نعم. وحتى وانت بتدافع تقلل مستوى الاخطاء على مستوى الدفاع بشكل كبير، محتاج تشتغل على الميلان، محتاج تشتغل على المهاجمة استخلاص الكرة من الخصم، محتاج تثبيت مفهوم السابق المسبوق في الكرات العرضية العكسية تحديدا، محتاج انك انت تدافع او تختار نوع تنظيم الدفاع الامثل، هل انت حتدافع دفاع منطقه، هل حتدافع رجل لرجل، او حتعمل دفاع مختلط، ده كله انت يفترض تحسمه وتدرب عليه اللاعبين. يبقى المهمه شنو؟ المهمه صعبه يا كابتن حسام. نعم، المهمه صعبه، وهناك نقطتين، واحده ربما تكون ميزه لنا والثانيه لا ادري هل هي خصم ام ماذا. اولا توقيت المباراه، هل هو خصم علينا ماذا باعتبارها تلعب في الثالثة عصرا، احنا شوية متعودين نلعب ليل أكثر يعني. منتخبنا وصل إلى جوهانسبرغ قبل منتخب جنوب إفريقيا لبعثة تتصل اليوم، هل هذه ميزة لنا؟ هي ما ميزة بقدر كبير، على اعتبار أنه هم يعني وقت ما يصلوا، ما أنت الليلة بتتكلم عن تأقلم. نعم. على الأجواء والطقس. نعم. وهم أوريدي جايين بلدهم، يبقى معناه نسبة التأقلم شنو؟ ما 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 كبيره وما محتاج لها، ربما عامل الارهاق هنا. هاي الارهاق ممكن يكون موجود اذا كانت الرحله بالنسبه لهم شاقه من غانا الى جنوب افريقيا، ولكن اذا كانت الرحله ميسره وسهله بالتالي ممكن تمثل شنو؟ ما تمثل مشكله كبيره جدا عمليه الارهاق. النقطه المهمه يا 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 يا, يا, يا حسام انه التوقيت برضه زي ما انت ذكرتها الساعه الثالثه ظهرا في جوهانسبرغ الجو معتدل، اكثر من كده البرد ممكن يكون قارص، ودي ممكن تمثل بالنسبه لنا مشكله جنو. مشكله كبيره جدا جدا. انا افتكر انه يعني نتمنى انه الميزتين الاول المعطيين انت ذكرتهم يصبوا في صالح اولادنا او في صالح منتخبنا، لكن المهم اللي ذكرته لك الان انه الجهاز الفني يكون واضع تنظيم محدد شغال عليه، مرر عليهم اللاعبين، يكون واضح السيناريوهات المختلفة. نعم. بتاعت المباراة بشكل واضح، يوريها للاعبين قبل ما يدخلوا
المباراة والأولاد يكونوا في يوم في الناحية بتاعت الذهنية والناحية بتاعت التركيز. نعم، نتمنى لمنتخبنا الوطني أن يقدم مباراة مميزة، مباراة مقبولة أيضا، ويواصل ذات المسيرة إذا كان الانتصار خارج الديار أو بداية هذه المجموعة اللي بدأ بانتصار قوي برباعية، أنه يقدم نتيجة ويخرج بنتيجة إيجابية في الثالثة من ظهر الأحد بجوهانسبرغ أمام المنتخب الكبير في القارة السمراء، كما أقول دائما منتخب جنوب أفريقيا. قلوبنا وأمنياتنا ودعواتنا ودعوات كل الجماهير وكل السودانيين كل تأكيد مع صقور الجديان. نذهب إلى محورنا الثاني، كابتن محمد الفاتح طبيز، تكريم رئيس الهلال الكاردينال وتداعيات. بدءا نتساءل فكرة التكريم، ما رأيك بهذه الفكرة، وحتى هل توقيتها مناسب أم ماذا؟ وشوف مع التغيير اللي حصل في السودان يا حسام، عشان نكون احنا ناس شفافين نتكلم بأريحية وبوضوح كبير، فكرة التغيير اللي حدثت في السودان كانت فكرة شاملة وفكرة عميقة وتغلغلت وتخلخلت في معظم الأوساط بتاعت السودانيين بشكل كبير. مع 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 تعمق هذه الفكرة في وجدان كل السودانيين، بدأ الناس زي ما بيقولوا يستحدثوا في 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 أشياء ممكن تكون جديدة، منها هذا التكريم. يعني السيد أشرف الكاردينال، خلينا نقول إنه هو غني عن التعريف داخليا وخارجيا، إنه هو رئيس نادي الهلال، ممكن يكون هو عنده كثير من الايجابيات الموجوده الان في نادي الهلال من خلال المنشات ومن خلال اشياء كثيره، زي ما عنده ايجابيات برضه هو عنده شنو؟ عنده مجموعه من السلبيات اللي ممكن الناس تناقشها في منبر كامل ومنبر عام. لكن يعني فكره ان يتم تكريمه من قبل المجلس الاستشاري او من قبل الجماهير او من قبل حتى المجالس او من قبل اقطاب نادي الهلال في مهرجان كبير معلن و الى اخره، هنا بيكمن السر في سبب هذا التكريم. وبالمناسبه ده هو اللي كان السبب فيما حدث داخل التكريم تحديدا. يعني اساسا لا 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 لا. الشخص اللي زي ما بيقولوا اللي بيتم تكريمه بشكل مطلق وبشكل مفتوح زي ده كده و الى اخره، هو الشخص اللي بتكون انجازاته شنو حاضره والناس شايفيننا وعارفيننا، يعني مش كده؟ والتكريم دائما بيكون بمناسبه. افتكر التكريم وفكرته وبدون مناسبه هو اللي جعل الناس تنتقد التكريم، وبعد ذاك يحدث ما حدث اثناء التكريم، ودي هي كانت الاشكاليه الكبيره. نعم، عدد كبير جدا من جماهير الازرق ترى انه بالرئيس الكاردينال انجازات كبيره جدا مع النادي تحديدا في مجال المنشات ومجالات اخرى، لكن تضع ايضا يعني خطين احمرين على فريق الكره وعلى اهتمامه بفريق الكره. وانا ما قبل ذكرت لك هو كرئيس نادي الهلال عنده كثير من الايجابيات والسلبيات، زي ما عنده برضه كثير من شنو؟ من السلبيات. الشخص اللي بيتكلم او الذي يجب الزول الداري يقيم الكاردينال لا يستطيع ان يقيمه فقط من في النواحي الايجابيه، يجب عليه ان يستصعب ايضا النواحي شنو؟ السلبيه، زي ما انت حسيت ذكرت انه الناس بدات تتكلم عن انه هو ايجابياته كلها في جانب المنشات، ولكن سلبياته كانت موجوده في كيفيه التعامل او كيفيه تجهيز فريق الكره في المنافسات بشكل شنو او باخر. انا لو داير اتكلم لك او احلل لك او اعمل لك دراسه مفصله، لانه الانجازات دي ممكن تكون سلبياتها وايجابياتها متكافئه، نحن في السودان ببساطه لانه ما بنشتغل بالاداره المؤسسه وما قاعد نشتغل بالاداره الموجهه بالاهداف. بمعنى اصلا ما حيكون عندنا ايجابيات يعني متواصله وسلبيات اقل، لانه نحن ما قاعد نشتغل بنظام المؤسسيه في العمل. هو كرجل دفع ما دفع من مال، كل الناس شايفه، كل الناس عارفه، لكن لا تستطيع شخص واحد ان تدير العمل في كل الاوجه بتاعته حتى يصبح العمل عمل شنو؟ متكامل. اليد الواحده لا تصف. ودي مشكلتنا احنا في السودان. نعم. يعني انا ضربت مثل في كثير من القنوات وفي كثير من المحطات. ناصر الخليفي من قطر هو الان مالك لباريس سان جيرمان. نعم. والامثله كثيره. العرب اللي بيملكوا انديه، كاتومبي مالك مازيمبي الكنغولي، الناس المالكين للانديه يا حسام، وليس رؤساء فقط زي ما عندنا في السودان.
هم مالكين للانديه ولكن موظفين اشخاص عشان يديروا العمل في هذه الانديه. يعني الخليفي لما اشترى الاسهم بتاعت باريس سان جيرمان طوالي اول حاجه فكر فيها انه استخدم ليوناردو عشان يكون هو المدير الرياضي للفريق. خلاص ليوناردو هو مظلوم من شنو؟ مظلوم من فريق الكوره. مدخلات ومخرجات وبعد ذاك بيجي بحسبه بالنتائج. بيختار فلان الفلاني عشان يشتغل في المجال بتاع التسويق، فلان الفلاني عشان يشتغل في مجال الاستثمار، فلان الفلاني عشان يشتغل في المجال الاجتماعي والثقافي و و و الى اخره وكلام زي ده. عشان كيف بتلقى العمل برا شنو يا حسام؟ في الانديه الكبيره بتلقاه عمل متكامل. كل زول عنده ايجابياته بيعمل فيه. ايجابياته متصله وكثيره وسلبياته بتكون شنو؟ قليله، لانه العمل مؤسسي. مالك النادي لا يستطيع ان يتدخل في تشكيله. هنا رئيس النادي اللي اصلا ما مالك النادي ممكن يشيل المدرب ويجيب المدرب ويخط التشكيله ويعين ويقفل النادي ويفتح النادي على كيفه. فدي هنا الاشكاليه يا حسام. يبقى نحن عشان نتكلم بشفافيه نعم نحن ما لم نرجع للحته ما لم نعترف اولا انه نحن والله الاداره بشكل هذا كده هي فيها قصور وفيها مشاكل. دي النقطه الاولى. ما لم نقتنع تماما بانه العمل يجب ان يكون بمؤسسيه. الان الكاردينال الصرف الصرفه في الهلال اللي كل الناس عارفينه وشايفينه وحاسينه لو كان استخدم اشخاص او وظف ناس محترفين ووكلهم بفريق الكوره في الفتره اللي هو كان شغال فيها في المنشات انا كان متاكد او كان اكاد اجزم بانه ممكن العمل يكون شنو؟ متواصل بايجابيه شنو؟ متكامله. ما ذكرناه عن الكاردينال ايضا بيتم اسقاطه على نادي المريخ النادي الكبير ويتم اسقاطه على اهلي شندي ويتم اسقاطه على كل الانديه الكبيره اللي بتمثل السودان اقليميا. نعم، وسريعا في الثواني يعني كان القرار المجلس الالتراس ورد الفعل. وطبعا قرار انا بفتكر ممكن يكون عنده ابعاد صعبه جدا وابعاد قويه على اعتبار انه الالتراس هي فيها من محبيه ومناصري نادي الهلال. نعم. عندها ايجابيات كثيره جدا في مناصره وتشجيع اللاعبين داخل ارضيه شنو؟ الملعب. القرار ممكن يكون خصب على فريق الكوره وممكن يكون خصب على 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 مجلس اداره نادي الهلال برئاسه منه الكاردينال تحديدا. ممكن ياثر تاثير مباشر على مباريات الهلال الافريقيه القادمه من امام بلاتينيوم الزيمبابوي في بدايه المجموعات في البطوله الافريقيه. ممكن يعني ممكن زي ما بقولوا ايضا يعمل تباعد كبير جدا ما بين رئيس نادي الهلال والقاعده الجماهيريه الكبيره المحبه لنادي الهلال. هو قرار بالمناسبه ابعاده ما درست بشكل ايجابي وبالتالي يجب عليهم ان يتراجعوا عن هذا القرار. هذه وجهه نظري الخاصه. شكرا جزيلا محمد على كل ما قدمته لنا. كثر خيرك كثير يا حسام. انا سعيد جدا ان اكون موجود معك في مساء هذه الجمعه. نتمنى ان هي تكون جمعه مباركه بالنسبه لكل الشعب السوداني تحديدا داخل وخارج السودان تحديدا. انا سعيد ان اكون موجود في قناه الشروق في زمن الرياضه في هذا المساء الجميل. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك.